السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا كنت عايز إحنا خلاص طبعا صفحة البروفايل بشكل مبدئي عشان لو هنرجع عليها تاني بقى حاجة ولا كده يعني. المهم دلوقتي إحنا عملنا الفيد وعملنا الإكسبلورر وعملنا النوتيفيكيشن ليست وفهمت عملناها سيتنج لوج أوت، هيبقى لسه في أصلا لوجين، إحنا لسه عملنا لوجين أصلا يعني، المفروض دي ما تبقاش موجودة في الأول، يبقى في زرار يوديك للوج. بس دلوقتي عايز أشتغل على حاجة تانية، انا عايز اشتغل على ايه، ان انا اضغط على الاد بيج ويطلع لنا الايه، ان احنا نضيف بوست. فهي يطلع في نص الشاشه كده حاجه تقول لك هات الصوره من على الجهاز. طبعا موضوع شرح ان انت تجيب صوره من على الجهاز دي برضه هيبقى لها محاضره شرح كويسه ليها. احنا دلوقتي بس عايزين نعمل في المحاضره دي الشكل ما يبقى. هو بيبقى عباره عن اليرت، فمن اشهر طبعا في اليرت دايلوج موجود، بس في اليرت دايلوج مشهور جدا انا شخصيا بستخدمه في كذا ابلكيشن، اسمه ريفلتر اليرت تقريبا، ريفلتر اليرت ده بيديك خصائص جميله وهنشوفها مع بعض دلوقتي وتقييمه كويس. بصوا بيبقى في حاجات كتيره زي دي كده، في حاجات جاهزه يعني بنقدر نستخدمه زي ما احنا عايزين. احنا هنشوف اصلا الكود بتاعه دلوقتي وبعد كده هتفضل ماشي. فنعمل ايه؟ هناخد طبعا نعمل داونلود للباكج وبعد كده نشوف ايه الخصائص اللي احنا بنستخدمها. بس قبل شيء خلينا نروح اصلا نعمل دي بقى السكرين دي موجوده فين. شفتوا بقى انا كنت بعمل فولدر لكل واحد ليه؟ لان دي مثلا السكرين دي في اد تو بوست موجوده في الفيد هنا، معناها اصلا المفروض الجزء ده اصلا موجود في كل الصفحات، بس انا على فرض ان الجزء ده موجود في الهوم اللي هي الفيد بس ماشي. فانا هروح بقى للفيد سكرين هنا وهقول له ايه يا سيدي، دي هيبقى اسمها ابلود image widget مثلا، upload image، لا هيبقى upload image بس او upload post post ماشي. وهنيجي هنا نعمل stateful هيبقى اسمه upload upload post ماشي. ده نعمل له هنا كده material. طيب ادي دلوقتي لو جينا نروح كده للحاجات دي هنلاقي نجيب الاكزامبل، انا عايز استخدم الاكزامبل واشوف ماشي. لو خدنا بالنا اصلا هو الاكزامبل مكون من ايه، لو انت جيت خدت بالك انت عايز واحد بس منه ماشي، ده كلاس هو عامله لك هو وبيريتيرن دي زراير اللي هو زي اللي هو عامله، وكل زرار ماشي بيقول لك الداله بتاعتك في كذا ولازم تديها كونتكست، خد بالك من الموضوع ماشي. فاحنا هناخد بس خلينا ناخد طيب خلونا اوريكم الاول قبل ما ننقل هنا. طبعا الزرار اللي احنا كنا عاملينه ده اللي هنا ده، الزرار ده احنا كنا عاملين له حاجه اسمها ابلود بوست، هي ما بتعملش حاجه ماشي. طيب انا لو جيت هنا خلينا ناخد مثلا، خلينا ناخد واحده اللي هي فين ال في البلكونه توصل ديت، خلينا ناخد مثلا واحده زي اللي هي فيها مثلا ناخد الاصليه اللي هي دي اللي هي تكست وبتاع، انت دي وجه اصلا تقدر تشوف فيها اللي انت عايزه، خد بالك برضه. فناخد اي شكل من الاشكال دي مثلا كده، اي فانكشن من اللي هم عاملينها دي، دي يا سيدي دي ويرينج ماشي. خلينا ناخدها ونشرحها، خلينا بس ناخدها كده كنترول سي، نعمل هنا فانكشن يعني زي ما هو واخدها. بص يا سيدي هو اصلا طبعا مديك، انا ما ثبتش بتاع اصلا، هروح اعمل الانستول الاول، اعملها خد دي كده، نروح نعمل لها انستول، هنشرحها واحده واحده بس هي ببساطه جدا. هي اليرت وبتاخد كونتنت كونتكست قصدي اللي هو جاي لك ده عشان الشيء اللي هو فيها، وده اليرت النوع بتاعه عشان يديك حاجه جاهزه. المهم خلونا نروح الاول نعمل بوب سبين دوت يامل اهوت، نقول له يا سيدي خد كنترول في اليرت، ونقول له كنترول اس، وطبعا في حاجات غلط بس مالناش دعوه بالموضوع دلوقتي. تمام هنا جابه، نروح هنا نقول له طبعا هو معترض عشان هو ما يعرفش ايه الاليرت والحاجات دي، فانا هقول له تمام دي من المكتبه اللي احنا جبناها جيت ديبندنسز. تمام انا كده عملت داله. بص يا سيدي الهيدر دي بتعمل ايه، خلونا نشوفها، خلينا نشوف شكلها وبعد كده ايه عشان اقدر نشرحها واحده واحده. هي اسمها اهي، ودي بتاخد الكونتكست مش مشكله. طيب ها انا كنترول اس ممكن ما يشتغلش اصلا دلوقتي، بس هعمل له ده كده
هقول له ايه يا سيدي، فين اهو، نروح هنا الفيد، اقول له كده اهو ظهر اهو. طيب قدامك ظهر عنوان، وظهر قدامك ديسكريبشن زي ما يقولوا، قدامك زرارين. طيب اول حاجه دلوقتي هو ده اللي ظهر بالظبط، قال لك كونتكست الشكل الظرفي بالشكل الحالي، ماشي. ده طبعا كله بيعمل ديسميس. بعد كده اهو التايتل، فده بيبقى التايتل. احنا مثلا بالنسبه لنا هنخليه التايتل ان يبقى ايه، ابلود يور بوست، ماشي ماشي. فاحنا كده بالنسبه لنا هيبقى ابلود يور بوست، ونكمل ابلود يور بوست. بعد كده فلاتر از مور اوسم، ف هنا عندنا ابلود يور بوست فلاتر از اوسم، ده ديسكريبشن. فانا ما اعتقدش ان انا محتاج ديسكريبشن، فكنترول اس. طبعا خد بالك ان هو ما بيتجددش، ما بيعملش اوتوماتيك. طبعا خلونا بس نروح للويدجت برضو اللي احنا كنا عاملينها دي، ونخلي الانيشال فاليو واحد عشان لما بنسيب انتوا عارفين الويب، ماشي. احنا عندنا ابلود يور بوست، بعد كده المفروض يبقى عندنا طبعا هو في لوجيك كده هنبقى نشرحه، بس خلينا نعمل بس دلوقتي يعني في المره دي موضوع اللي احنا هنبقى عندنا زرار تضغط عليه، او زرار وايقونه تضغط عليه ترفع البوست، وبعد كده تكتب الكلام اللي انت عايزه، فالاثنين هيبقوا موجودين، ماشي. فالمفروض هيبقى عندنا، خلينا نروح قبل البوست نرسم الديزاين، وبعد كده نبقى نفسه في بروفايل سكرين، لا فين الفيد، ماشي. فانت عندك اصلا هيبقى في زرارين فعلا، واحد كانسل وواحد ايه ابلود او بوست. فخلينا اول حاجه احنا اصلا بنبص، ده بوتونز ماشي، ده البوتونز. الديسكريبشن بقى، الديسكريبشن اللي احنا لغينا ده تقريبا ده بيجي ياخد منك ويدجت، فانت ممكن تبصيله. لا ده بياخد سترينج، ماشي. طيب انت عندك بقى هنا دلوقتي، انت خلينا نغير الزراير دي، وبعد كده المره الجايه المفروض بقى في الديزاين اصلا، يعني المفروض كده لو وقفت هنا على الام على الالست ده كده هيقول لك ان هو بياخد منك الحاجات اللي انت عايزها دي، التايتل وايمج. تقدر تعمل بقى ايه، ليست، هي دي بوتون، وفي فانكشن، وفي ايكون، وفي ويدجت وانيميشن، وكل حاجه انت عايزها، ماشي. فاحنا ممكن هنا نعمل اي حاجه انت عايزها زي ما احنا كنا عاملين في الديسكورد. خلينا بس عشان ما نطولش المحاضره دي، نكون عرفنا ازاي اللي نعملها. خلينا نغير مثلا الزرار ده، هيبقى كنسل، وهيبقى مثلا لونه احمر، مع انه اصلا مش المفروض الاحمر ده، المفروض يبقى المين، مع ان ده مش احمر بس مش مشكله، ماشي. وعندنا برضو ده اللي هو هيبقى اسمه ابلود، او ابلود او بوست بقى، هيبقى اسمه كونفيرم كونفيرم. وده اعتقد ده طبعا مش عايزين جريديانت، بص هو عامل جريديانت زي ما احنا عاملين بس بطريقه مختلفه، انا مش عايز جريديانت. طبعا هو عامل بوب عشان فيها، فانا اصلا ده هيبقى اخلي اللون ايه، انا عندي ايه، عنديش اصلا، ما عنديش جرين ولا اي حاجه. مين طيب بص، طب ما تخليه ده كده، ونخلي مثلا ده بلاك، مين بلاك كلر، خلينا نشوف بقى. طيب نروح كده نجرب، تمام. لا ده خد بالك من النقطة، التكست نفسه عايز يتغير، ده لون، ده التكست سايز سوري، ده هيبقى وايت أصلا، هو المين وايت كلر، وده المين وايت، بس اللون بقى اللي هو معمول ده اللي هو لون ده ايه، ده كونفيرم لون ده الستايل تكست، وده الديجيتال بوتون. استنوا كده، اكيد له كلر، له كلر اهو كلر، وده خليه مين، ماشي اهو بقى كونفيرم، وده برضه ده لا ده خليه برضه وايت، المين وايت، وممكن برضه نغير ده كونفيرم، كنسل ده يبقى بلاك، كلر بتاعه
احنا عندنا هنا كلر اهو، الديجيتال ايكون فيه كلر. هو ماله ديجيتال دايلوج بوتون وفيه كلر اهو، ايه المشكلة؟ انت زعلان ليه؟ اه عشان في كلر تحت المين بلاك. فاحنا باختصار عرفنا هو ايه الخصائص اللي موجودة. انت بقى عندك دول اسمهم بتاخد ديستال بوتونز، تقدر تحط فيها البوتونز اللي انت عايزها طبعا، يا اما بدايه او ممكن تحط يعني بوتونز بايكونز زي ما انت عايز. يعني هو عامل هنا بوتون تقدر تعمله تشايلد وتحط له رو مثلا ايكون او خلافه. طبعا احنا الله اعلم الديزاين هيبقى عامل ازاي صراحه، يعني شوف شكل الابلود ده للديزاين برضه نبدا ننفذه. وهنا التايتل تقدر برضه تحط زي ما انت، لو جينا نبص هنا في الاكزامبل هم هنا يا سيدي عندهم ايه؟ عندهم لو انت عايز مثلا طبعا عندهم بصوا الالكت انيميشن تقدر فيه في الالكت انيميشن، هنا نشوف الحاجات دي برضه. هنا عندهم فين عايزين نحط مثلا، عايزين نحط ديسكريبشن بوتون مش دعوه بيه. عندك برضه اهو تايتل اللوجو، عندك الكونتنت في حاجه اسمها كونتنت هنا، دي بقى انت تحط فيها الكونتنت بتاعك. فهنعمل احنا كولوم وفي صوره وفي تكست اريا تحط فيها الحاجات بتاعتك وهكذا المره الجايه ان شاء الله لما نشوف الديزاين اللي احنا هنعمله. ماشي، هنوقف هنا، انتظرونا المحاضره الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.